السلام عليكم. اليوم احنا وياكم من مطبخ ام صهيب بوصفة جديدة، وان شاء الله اليوم راح اسوي لكم كباب دجاج مشوي على الفحم. نبدأ بالمقادير. هنا عندي كيلوين صدر دجاج مثروم على الناعم، وهاي نص كيلو شحم مثل ما تشوفون. هنا عندي 3 بصلات، انا هنا مسويتهم بهاي برشتهم بالمبراشة، وكل وحدة عصرتها ومطلع المي مالتها. وهاي هنا أنا عندي مي البصل اللي طلعته من هنا، أنا صار 3 بصلات وهذا عصير المي مالتهم. وهاي هنا عندي باقة وحدة كرفس أو بقدونس حسب الموجود عندكم، ملح على حسب الحاجة، معجون طماطة، معجون فلفل، فلفل أحمر ملعقة صغيرة، ملعقتين كبار زيت عادي، ونص ملعقة صغيرة فلفل أسود. هسه راح ابلش بالمقادير، بس حبيت اشوفكم انه هذه على الخشن اني بارشه البصل ومطلعه هذا المي مالتهم. هسه راح نبدي نشتغل بيها قدامكم. هاي هنا عندي اكبر، راح اخلي بيها اللحم، هاي صدر الدجاج والشحم اللي وياه. قلت لكم كل كيلو وين انا مخليت لهم نص كيلو شحم. هاي هسه راح ابدي كل المواد راح نخليها. اول شيء راح اخلي البصل تفتحوه مثل ما تشوفون، انا عصرته من المي، يعني ما مخليه هنا بي البصل كله، ما مخليه بيه ولا شويه مي، بس المي راح استفاد من عنده انه من ارد اشيش اشتغل بيهن. وهاي هنا عندي البقدونس مثل ما تشوفون، ملح انا طبعا قايسته ايش قد اريد، هاي ملعقتين كبار، كل كيلو اخذ عندي ملعقه. وهاي هنا عندي فلفل اسود، زيت قلت لكم ملعقتين كبار، يعني كل كيلو تخلوا له ملعقه كبيره. وهنا طبعا التوابل ها تبقى على حسب رغبتكم، تيجي تخلوهن او ما تخلوهن، انا هنا احب التوابل. معجون طماطه، معجون طماطه عادي، خليت ملعقتين، وملعقه واحده معجون فلفل احمر، هاي طبعا اختياري، اذا ما موجود يمكم ما باللازم، بس عادي هو احسن شيء اذا تخلوه لان طعمه كلش طيب. هسه راح ادمج المواد كليتها قدامكم مثل ما تشوفون. أنا خليت كل المواد الموجودة باستثناء هذا المي مالت البصل ما خليته، ودي أشوفكم شلون ثخين، لأنه هذا كله عاصرته أنا باعوها مثل ما تشوفون، هيك صار عندي جاهز. هذا من أبدي أشتغل بالشيش أستخدم، يعني تبلل الإيد بيه وتشتغلون بيها. هسه هذه راح أمزج المواد كليتها ويا بعض مثل ما تشوفون، خليتها كلها سوية وأشوفكم إياها بالنهاية شو راح تصير. وهسه ها مثل ما تشوفون هذا الخليط كملته، طبعا أجنته كليته كملت وسويته على شكل كور، كل كورة راح تصير عبارة عن شيش واحد من الكباب. وهذا مي قلت لكم بقيته مالت البصل، بس نحتاج كلينس مطبخ، يعني مناديل المطبخ نمسح بيها الشيش قبل لا نشتغل بيه، ضروري حتى اذا اكو موجودة دهون مترسبة او بقايا مي، لان احنا هسه غاسلينه كلها راح تروح. هسه راح اسوي شيش واحد قدامكم، وانا مسوية هاي المجموعة واكمل الباقي كليته، وراح يشوفونه من نروح على المنقلة. طبعا هذا اول واحد راح اشتغله هسه هاي قدامكم، شغلته كلش بسيطة، بس لازم الايد تنبل بمي البصل، طبعا هو هذا راح يصير الطعم كله من عنده. وهاي مثل ما تشوفون شغلته كلش بسيطة، وابد ابد ابد ما يوقع على النار، لانه خلينا كل المواد، وهذا انا جربته عدة مرات وعلى مسؤوليتي طبعا، اللي يشتغل على نفس المقادير طبعا هاي على مسؤوليتي. مثل ما تشوفون صارت بهاي السهولة وبسرعة، وهسه راح اوديه على النار وراح اشوفكم شو راح يصير. هسه رجعنا لكم مثل ما تشوفون، خليناها على المنقلة وتقلبوهن يعني فد 3 مرات 4 الى ان يستوي، وهسه ان شاء الله اكمله واخليه يستوي واشوفكم اياه بالنهاية شو راح يصير. مثل ما تشوفون طبعا ما وقع ولا شيش، وابد ما يوقع، وهذا يصير شكله. وكله تبقون كل 5 دقائق او اقل تقلبون بيهن الى ان يوصل لهالدرجة هذه، وان شاء الله تستوى وراح اشوفكم اياه بصفحة التقديم. هسه هاي كملنا الشوي، وبس حبيت اشوفكم المنظر بالنهاية شوفوا شلون صار، وطبعا ما احكي لكم على الطعم والريحة، وان شاء الله يا رب كلكم تجربوه وتنطوني رأيكم بيه، والف عافية الف عافية على كل اللي راح يجربوه.